بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام على انطلاق يتواصل والتحية تتجدد من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة ننطلق مع شوطنا 19 أيضا ويحمل في طيات الإبكار لسن الحجايج البداية والمقدمة والمركز الأول ننتقل أيضا مع صدارة هذا الشوط هناك جبارة حمود بن محمد بن نابت الحرسوسي يتقدم مع جبارة على الصدارة أيضا أهالي هيمة يتقدمون بهذا الانطلاق أنتقل مباشرة مع التسلل في هذه اللحظات على المركز الثاني هناك أيضا السليلية محمد بن محسن بن علي بن ديل العامري أيضا يتواجد في هذا المسار الجميل هنا أيضا وفي هذا التحدي المثير انتقل مباشرة مع المركز الثالث وصول وتقدم من حمد بن نابت بن خيل العامري يتواجد على المركز الثالث أتابع المركز الرابع في هذه اللحظات شوفوا من القادم المنطلق في هذا المسار مصيحة سالم بن حمد بن ديل العامري يتواجد على المركز الرابع انتقل مباشرة مع المركز الخامس وصلت احترام هناك أيضا علي بن سعيد بن محمد الخاطري على المركز الثاني يتسلل في هذه اللحظات المركز السادس وصول وتقدم في هذه اللحظات الوارية حمد بن راشد بن سعيد الشامسي المركز السابع سابع التحديات في هذا المسار الجميل وصلت الجزيرة حمد بن سعيد بن راشد العويسي يقدم لنا الجزيرة بينما الوصول هناك أيضا من شعار بن ديله المري على المركز السابع المركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام ريما محمد بن سهيل العامري يتواجد في هذه اللحظات بينما المركز التاسع وصول وتقدم من شعلة نايب بن محمد برويه الخيلي بينما المركز العاشر عاشر التحديات وختام الجولة الأولى هنا أيضا للعشر المراكز الأولى الوصول في هذه اللحظات الوصول والتقدم والتسلل من الشعارات التي دائما لها صولات وجولات في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة وصلت عناية عبد الله بن عبيد بن عيد المنصوري تقدم طيار الوثبة تقدم بهذا الشعار أيضا هكذا النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام أعود مع البداية الأولى أعود إلى الصدارة ولكن صبا هناك غادمة هلال بن خميس بن عامر العمري يتقدم مع صبا في هذا الشوط أعود مع البداية الأولى أعود إلى الاندفاع الأول إلى المسار الأول هنا الله يا سلام يا سلام شعلة 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 على الصدارة هنا أشعلت نار المنافسة على بداية هذا الشوط نايب بن محمد برويه الخيلي يقدم لنا شعلة هنا في هذا الشوط المركز الثاني الوصول والتقدم من اليازي طالب بن شريان بن محمد بن علي المري على المركز الثاني شعال بن شريان على ثاني المراكز المركز الثالث عناية هناك أيضا ويبغي لها مراقبة يبغي لها مراقبة الله يا بروية شد العزم كانك بغيت الشارع شد العزم وصول من عناية عبد الله بن عبيد بن عيد المنصوري ولكن تدخلت الشعارات صبا هناك أيضا مع الهين شركوهن قارن على التيم اكسرنا إهلاب بن خميس بن عامر العمري يتقدم مع صبا في هذه اللحظات بينما الوصول والتقدم من سمحة سمحة راشد بن ضعية بن حمد بن غدير الاجتبي يتقدم الأمور في خطر ولكن أعود مع البداية هنا خماسية الماسية على الصدارة وعلى المركز الأول الكل الأخير
الكيلو الخطير هنا والمثير. هناك محمد بن محسن بن علي بن نديله المري من الجانب الايمن، شعله ما زالت صامده، وصول من صبا، تقدمت عنايه، وصلت الشاهينيه، شعار بضعيف ايضا بدا يتقدم في هذا الشوط، بدا يتقدم في هذا الشوط، ولكن اعود هناك ايضا مع صداره هذا الشوط. الله يا سلام يا سلام، محمد بن محسن بن علي بن ديله المري ما زال على الصدارة، ما زال على المقدمة، ولكن شعلة غيرت، غيرت شعلة هنا على الصدارة من لديه زوج فليتقدم نايب محمد بن روية على خيلي هنا، يتقدم هنا مشاهدينا أهالي رماح، أهالي رماح على الصدارة بدأ يسيطرون، ولكن شوفوا من القادم هذه ما يمنالها طاري، نيران 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 هناك أيضا. الله يا سلام، عامر بن علي بن سعيد الزرعي هنا، نيران 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 أشعلت نار المنافسة في هذا الشوط، شعلة صامدة، نيران تحاول ما بينها الرماح، ما بينها الرماح، ولكن خلاص خلاص شعلة هناك أيضا. نايب بن محمد بن روية على خيلي هنا، أحد شبابنا المميزين هنا لهذا الشعار، سلام يا رماح سلام. المركز الثاني وصول وتقدم من نيران، عامر بن علي بن سعيد الزرع المركز الثالث. لحظات وصول ايضا السلاليه محمد بن محسن بن علي بن ديل المري والمركز الرابع. لحظات وصول وتقدم من اليازي طالب ايضا بن شياب بن محمد بن علي المري والمركز الخامس. ايضا لحظات وصول وتقدم مشاهدينا متابعي الكلام سمحه راشد بن ضعيف بن حمد الغدير الاكتبي. هكذا النتيجه للخمسه المراكز الاولى، تهانينا والناموس نايب بن محمد بن روي الخيلي على فوز شعله ست دقائق ثانيه تنجز ان يتيما من الثانيه، سلام لرماح سلام. بينما المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام لحظات وصول نيران عامر بن علي بن سعيد الزرعي قدمت العرض الجميل والمميز تشكل عليه ست دقائق. لحظات الوصول والعبور الى خط النهايه ايضا بتوقيت وقدره. المركز الثاني ست دقائق ثانيتين خمس اجزاء من الثانيه، بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعين الكرام ايضا كان من نصيب شعار محمد بن محسن بن علي بن ديل المري ست دقائق ثانيتين تسع اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.